بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في جزء خاص اليوم ضمن برنامج التميز المؤسسي حسب المعايير الأوروبية، وإن شاء الله اليوم نتناول ضمن سياسات ومعايير التميز المؤسسي والتميز الأوروبي. إن شاء الله نتعرف على منهجية الرادار، رادار أبروش. هذه المنهجية تعتبر أداة مهمة جدا ومنهجية مهمة في إطار كذلك مساعدة المنظمات والمؤسسات في تحقيق أهدافها، وكذلك أن يكون توجهها واضح تجاه استراتيجياتها. منهجية الرادار عبارة عن إطار عمل غير إلزامي لأنظمة الإدارة المؤسسية، وتم تطوير هذه المنهجية من خلال المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة الـ EFQM، وكذلك تم تصميمها من أجل مساعدة المنظمات في توجهها لكي تصبح أكثر تنافسية وتساعدها في التنافس وفي الدخول للأسواق إذا كانت تقدم منتجات أو خدمات. للرادار فوائد benefit of the رادار approach. أولاً، المساعدة على تحديد مكان المنظمة في رحلتها تجاه تحقيق التميز. هذه المنهجية تساعد المؤسسة في أنها تمضي قدماً نحو تحقيق الهدف، وكذلك تمهد لها الطريق نحو تحقيق التميز. كذلك توفير لغة عامة لتمكين تبادل الأفكار والمعلومات داخل وخارج المنظمة على حد سواء. كذلك تهيئ البيئة تجاه تبادل الأفكار والمعلومات. وكما سبقنا أن التميز المؤسسي دور كبير في سياسة الاستفادة من المعلومات، وكذلك المنظمة المتعلمة. أيضا من هذه الفوائد تطمين الأنشطة الحالية والمخطط لها، مما يؤدي لتحسين كفاءة وفعالية المنظمات. تلعب هذه المنهجية كذلك دور في تقنين الأنشطة، وكذلك المساعدة في عملية التخطيط، وفي النهاية تؤدي لتحسين كفاءة وفعالية المنظمة. أيضا من فوائد هذه المنهجية توفير هيكل أساسي لنظام إدارة المنظمة، توفر لها هيكل واضح، هيكل متناسق، هيكل منظم، وبالتالي تحقق أهدافها من خلال هذا الهيكل. إذا نظرنا في هذا الشكل، كلمة رادار اختصار لكل حرف RADAR، اللي هي result approach result النتائج، وال approach المنهجية، deployment التطبيق، and assessment التقييم، and review المراجعة. بتنقسم لإطارين أو قسمين، result وال enablers زي ما شفنا في نموذج التميز المؤسسي في البداية، اللي هي قسمنا في كل جزء وتناولنا عناصر مهمة جدا في إطار الريزلت، في إطار الإنيبلرز اللي هي الممكنات والنتائج. إذا في منهجية الرادار، الريزلت تحتوي على اللي هي إطار النتائج نحو تحقيق الأهداف النهائية، النتائج النهائية. كذلك الإنيبلرز الممكنات تشمل عدد من العناصر، الأربع عناصر هي المنهجية الأبروش، أن تكون منهجية لدى المؤسسة، منهجية واضحة ومنهجية كذلك مبنية على أسس ومعايير، منهجية تخدم استراتيجية المؤسسة. ضمن الإنيبلرز كذلك التطبيق، نطبق هذه المنهجية بشكل واضح بشكل مفهوم وتكون واضحة بالنسبة للعاملين. نقيم هذه المنهجية، تقييم لنظام المطبق في المؤسسة assessment في أسس ومعايير علمية. كذلك يتم مراجعة الريفيو، يتم مراجعة هذا النظام وهذه المنهجية وفق ما هو مطلوب، وبالتالي معرفة أساليب التحسين والأخطاء والتجاوزات اللي ممكن تتم الديفكت عند بيشة. عندنا كذلك كلمة أدار، وهي اللي هي في إطار الأبروش الديبلويمنت أسسمنت أند ريفيو. وفي كلمة أدار هنا الحروف الأربعة في كل إطار أو عنصر يحتوي على عدد من كذلك الفروع أو العناصر الفرعية. المنهجية بتشمل
عنصرين اللي هي المنطقية، تكون هذه المنهجية منطقية إن شاء الله نذكرها برضو بالتفاصيل. كذلك المنهجية الخاصة بالمنظمة تكون مترابطة ومتكاملة، حيث تشمل كل الوحدات وكل الاستراتيجيات والأهداف الخاصة بالمنظمة للتطبيق. كذلك التطبيق يكون ضمن سياسة تطبق هذه المعايير، تنفذ بالشكل الواضح وتنفذ بشكل تنفذ حسب ما هو مطلوب في النظام. أيضا النظامية تكون منظمة ومرتبة ومعروفة وكذلك مبلغة في المؤسسة. أيضا التقييم الأسسمنت في مؤشر التقييم تشمل القياس الميجرمنت، تعلم ليرنينج، تحسين الامبروفمنت. فمن مقابل التقييم والمراجعة احنا بنقوم بعملية قياس بأدوات علمية ومؤشرات واضحة، نقيس الأداء، نقيس أداء النظام، نقيس أداء الأفراد. كذلك التعلم ودوره في إطار تحقيق أهداف المؤسسة، وأيضا منهجية التحسين المستمرة اللي هي مبنية على بلان دو تشيك أكت، خطط نفذ أفحص وصحح أو اتخذ القرار، اللي هي بلان دو تشيك أكت، وهذه المنهجية مبنية عليها كذلك في إطار تحقيق الأهداف. واي رادار، ليه نحن بنقول رادار أو ليه نحن بننفذ منهجية رادار؟ نجد أن المنهجيات الممكنات دائما تسبق النتائج، لكن يعني نذكر أن المنهجيات تساق بما يتواءم مع الأهداف. المنهجيات تساق بشكل لازم تتوافق مع أهداف المؤسسة، وأهداف المؤسسة ممكن تكون فتح أسواق جديدة، تحقيق ربح، خدمة المجتمع، كذلك تطبيق نظم جديدة، وكلها أهداف. وتكون هنالك نتائج مستقبلية في إطار السياسة والاستراتيجية المتوافقة مع الرؤية، رؤية المؤسسة، والتي تعتمد أساسا على النتائج السابقة. إذا منهجية رادار تعتبر تخدم استراتيجية المؤسسة، ومنهجية رادار تحقق النتائج المرجوة وتسعى نحو تحقيق الأهداف، وتكون عندها رؤية في إطار النتائج المستقبلية، وكذلك تحقق نتائج جيدة. بالتالي نحن نستخدم رادار أو منهجية رادار. إذا لاحظنا لكلمة النتائج الريزلت، والريزلت لابد أن تشمل هذه العناصر، كذلك نذكرها بالتفاصيل. بعد معرفة هذه العناصر الخمسة، كلمة ريزلت تشمل عناصر متعددة، من ضمنها نمطية فينس وتحقيق الأهداف، التارجت الأهداف تكون واضحة وتحقق وفق ما هو مطلوب، البنش ماركينج المقارنة المرجعية أو المضاهاة، تقارن المؤسسات العاملة في نشاط محدد نفسها بمؤسسات تعمل في نفس النشاط، بحيث تكون متقدمة وبحيث تكون متطورة أكثر من المؤسسة التي تقارن نفسها بها. كذلك العلاقة السببية الكوزاليتي، تكون هنالك علاقة سببية في إطار تحقيق النتائج، والمجال تحديد النطاق وتحديد مجال التطبيق. إن شاء الله نتعرف بعد تفاصيل على هذه أو تفاصيل هذه العناصر الخمسة. Approach, Methods and System، المنهجية وطرق ونظام. إذا مسكنا المنهجية أو يعني تناولنا هذه المنهجية، نجدها لابد أن تكون منطقية soundness، كذلك تكون مترابطة ومتكاملة integration في إطار المؤسسة وهياكلها وتشمل كل وحداتها وأقسام. أيضا هنالك عناصر مهمة ومؤشرات لوجود هذه المنهجية، منهجية رادار، تميز في منهجية رادار. فهذه المنهجية لابد أن تكون أو تحقق هذه الأهداف. نظام موثق ومؤسس للقيام بالعمل، لازم تكون عندنا يكون عندنا كمؤسسة نظام موثق يقوم على التوثيق للمعلومات، وكذلك مؤسس وضمن معايير واضحة. أيضا ضمن العناصر والمؤشرات، يضمن النظام الاستمرارية ولا يعتمد على الأشخاص. يعني في إطار تحسين وتطوير هذه المؤسسة لازم احنا نضمن الاستمرارية، البيزنس كونتينيوتي، استمرارية الأعمال حتى إذا كانت في الأزمات، حتى إذا كانت في
ظروف متغيرات اقتصادية اجتماعية وغيرها. أيضا يدعم النظام السياسة والاستراتيجية، نظام المؤسسة لا بد أن أو نظام الرادار ونظام التمييز المؤسسي لا بد أن يدعم الاستراتيجية تحت المؤسسة ضمن تحقيق أهدافها. أيضا من ضمن هذه العناصر والمؤشرات لوجود المنهجية، النظام يكون شمولي ومنطقي ومرن ومترابط، نظام قادر قابل للتغيير، نظام قابل لأنه يحقق أهداف المؤسسة وهكذا. أيضا يركز النظام على احتياجات المتعاملين، النظام اللي إحنا بنطبق فيه لازم يركز على العميل في رضاه وفي تحقيق أهداف أو يعني النظر في احتياجات وتوقعات العميل needs and expectations. أيضا يحتوي النظام على إجراءات ومسؤوليات محددة ضمن برنامج زمني. هذا النظام الذي يتم تطبيقه لابد أن تكون هنالك إجراءات واضحة procedures ومسؤوليات responsibilities، مسؤوليات واضحة لكل فرد ومحددة، كل واحد يكون عارف المطلوب منه شنو أو مطلوب ما هو مطلوب منه من إجراءات محددة ضمن وصف وظيفي واحد job description واضح، وبالتالي تحدد له مسؤوليات وصلاحيات في تحقيق هدف. يضمن النظام التنفيذ الفاعل والقوي، لازم to ensure النظام السيستم بتاعنا دي يضمن انه لازم ينفذ وتنفيذه يكون فاعل ويخدم اهداف المؤسسه. النظام قابل للقياس والمتابعه، المنهجيه والنظم الذي نطبقها لابد ان تكون قابله للقياس، ما لا يمكن قياسه ولا يمكن ادارته. كذلك يضمن النظام المراجعه والتحديث المستمر، هذه النظم والمنهجيات لابد ان تراجع في فترات دوريه وفي فترات منظمه لكي يعني نؤدي لتحسينها ونطورها. اذا كانت هنالك انحرافات في تطبيق النظام، اي مشاكل، اي اخطاء ضمن المراجعه تصحح، وبالتالي يتم تحديثها اذا كانت هنالك متغيرات في واقع اقتصادي او اجتماعي او سياسي او ثقافي وغيرها من او قانوني او تكنولوجي، يتم تغيير المنهجية وتحديثها. Deployment and implementation، تطبيق وتطبيق ضمن، إذا قلنا إنه تطبيق شمولي وتطبيق بطريقة منظمة. التطبيق الديبلويمنت اللي هو التنفيذ، إيطال كـ implementation كمنهجية مطبقة بشكل شمولي أفقيا وعموديا على مستويات كافة الوحدات التنظيمية والفئات المعنية. يعني نفذ هذه المنهجية بشكل شامل بحيث تشمل الإدارة العليا وتشمل الإدارة الوسطى والإدارة الدنيا، يعني تشكل في كل الوحدات بشكل يعني منظم ومرتب، وبالتالي نحقق الأهداف. كذلك التطبيق يشمل النظامية السيستماتيك، المنهجية مطبقة بطريقة نظامية وآليات تنفيذ مخطط لها. يعني إحنا اي برنامج هننفذه لازم نخطط له قبل التنفيذ، بلان دو تشيك اوت، انت بتخطط وبتشوف اذا كان هنالك اي اخطاء او تجاوزات، وبالتالي تتاكد وبعدها تعطي النتائج. فبالتالي اليات التنفيذ مخطط لها وتتم بشكل سليم ومنطقي مستمر. الديبلويمنت ضمن التميز في التطبيق، تطبيق هذه المعايير. التنفيذ لابد ان يكون يعني مدى التطبيق الفعلي للمنهجيات والاساليب الموثقه ضمن المنهجيه، يعني يكون في تطبيق واضح للنظام باشخاص او بافراد متخصصين ومدربين، ويكون عندهم وعي كافي بنظم الجوده ومعاييره، وبالتالي التطبيق يكون تطبيق فعلي وفق ما هو مطلوب في النظام. تقييم التنفيذ، تطبيق المنهجية بشكل شمولي أفقي وعمودي يطبق على كل المستويات، إذا كانت أفقية أو رأسية، إدارة العليا، إدارة الوسطى، إدارة الدنيا، المستويات الأخرى، ضمن كافة الإدارات والإحداث الإدارية وعلى كافة المستويات التنظيمية والفئات المعنية. إذا مطبقة على كل المستويات، تنفذ على كل المستويات بحيث لا تستثنى جزء أو قسم أو وحدة. النظامية السيستماتيك،
تطبيق المنهجيات الموثقه بطريقه متسقه ومنظمه وبشكل مستمر وبدون اعتماديه على الاشخاص. اذا هنطبق هذه المنهجيه، سوف نطبق هذه المنهجيه وفق اسس ومعايير، وبالتالي يضمن لنا استمراريه العمل ودون الاعتماد على شخص معين. يعني الشخص المعين ده ممكن يقدم استقالته مثلا يذهب لمؤسسه اخرى والنظام يكون مستمر. لكن اذا معتمدين على اشخاص بمجرد ما الشخص ده مثلا يتنقل لوحده اخرى، او مجرد ما الشخص ده مثلا ترك المؤسسه، فبالتالي نجد هنالك فجوه، نجد هنالك عيوب، نجد هنالك اثار سلبيه. تقييم النظاميه، احنا بنقيم الاورجنايزنج عمليه التنظيم في اطار تحقيق هدف الميزه المؤسسي او الاستراتيجيه المؤسسيه. المنهجية مطبقة بطريقة نظامية وآليات تنفيذ موثقة ومخطط لها، وتتم بشكل سليم ومتسق ومستمر وبما يضمن فعالية تطبيق المنهجية. إذا المنهجية لابد أن تكون مطبقة في المؤسسة بشكل منظم وتشمل الوحدات المختلفة كما ذكرنا، وآليات التنفيذ لابد أن نخطط لها تنفذ وفق معايير وأسس، ولابد أن تتم بشكل سليم ومتناسق ومتسق ومستمر، ونضمن الفعالية effectiveness and efficiency، الفعالية والدفاع لتطبيق المنهج. assessment and review اللي هو التقييم والمراجعة. تقييم والمراجعة يشمل لنا القياس measurement، التعلم and learning and improvement. طبعا قياس نستخدم أدوات بتاعت جودة عشان نقيس بها أداء النظام وأداء الأفراد، مثلا الـ KPIs Key Performance Indicators، ولا بد أن المؤسسة تكون بؤرة اهتمام تعليمي أو بؤرة تهتم بالمعلومات وتهتم بالتعلم، ولا بد أن يكون المؤسسة للمؤسسة هدفا دائما، التحسين يكون هدف دائما للمؤسسة وللفرد. القياس، إذا قياس مدى فعالية المنهجيات المتبعة وفعالية تطبيقها وقياس مدى تحقيق النتائج المرجوة. مقابل عملية القياس لابد أن نضمن فعالية المنهجية الأبروش، effectiveness of approach، كذلك فعالية تطبيق هذه المنهجية وقياس مدى تحقيق نقيس تحقيق النتائج، نقيس النتائج نعمل measurement بالنسبة للريزلت. كذلك تقييم فعالية المراجعة والتقييم من خلال التميز في المراجعة والتقييم، لابد أن نقيم فاعلية المراجعة والتقييم من خلال العناصر الآتية: القياس الدوري لمدى فعالية المنهجيات والأساليب المتبعة، كل فترة نقيس المنهجيات ونتأكد من إذا كان هنالك تجاوزات أو انحرافات، كذلك يكون هنالك قياس دوري لفعالية تطبيق المنهجية في تحقيق النتائج المستهدفة، نتأكد من إن المنهجية تخدم النتائج أو تحقق نتائج جيدة، كذلك ملائمة وسائل القياس للنتائج المتحققة. أي أداة، أي وسيلة أنا قست بها أداة معين، أتأكد من إنه قبل ما أقيس هذه المنهجيات أو أقيس الأداة، أتأكد من إنه الوسائل دي فعالة للقياس، تدينا مؤشرات واضحة، تدينا أرقام ونتائج حسب ما هو مطلوب حقيقية أم لا. يعني ما مثلا يكون متوقعين مثلا نتائج جيدة تعطينا نتائج سيئة ويعني بيكون مزاجية، لا، إذا فعليا النتائج سيئة المفترض إذا كانت المقاييس جيدة تعطينا مقاييس أو تدينا مؤشر مثلا بأن الخدمة سيئة إذا كانت أصلا سيئة، لكن إذا كانت أصلا سيئة والمقاييس تعطينا مؤشرات إنها ممتازة معناها المقاييس فيها مشكلة، وبالتالي نريد نتائج حقيقية من خلال الوسائل الفعالة اللي تعطي نتائج واقعية وحقيقية. الليرنينج توضيح والتعلم، في إطار التعلم لابد أن نقيس مدى استخدام نشاطات التعلم المختلفة، أنشطة التعلم المختلفة، مثل البنش ماركينج المقارنة العينية أو المقارنة المرجعية، التقييم الذاتي أو الخارجي، تقييم المؤسسة تقيم نفسها بنفسها، أو يكون هنالك استشاريين وفئة خارجية تقيم هذه المؤسسة، أيضا تكون هنالك اجتماعات ومراجعات إدارية وتدقيق عملية auditing and review،
لكي نتعرف على فرص التحسين opportunities for improvement. كذلك نتعرف على الفرص مثلا فرص لخلق علاقات، فرص لفتح أسواق جديدة وهكذا. أيضا تقييم التعلم، نقيم عملية التعلم بمدى استخدام نشاطات ومخرجات التعلم للتعرف على أفضل الممارسات المتبعة وتحديد فرص التحسين الناعمة. التحسين الامبروفمنت، مقابل التحسين نحلل المخرجات المستنبطة من وسائل القياس. يعني إن شاء الله العمليات لابد أن يعني نقف على أمثلة حتى تكون واضحة ومفهومة. في التحسين احنا نقيف أو نحلل المخرجات الأوتبوت بأدوات القياس، بوسائل القياس والمعلومات المستخلصة، المعلومات اللي احنا استخلصناها من خلال التحليل من نشاطات التعلم المختلفة لاستخدامها في عملية التحسين والتطوير. في كل عملية مراجعة، في كل عملية تحليل للنتائج نخرج بنتائج، وبالتالي إذا كانت هنالك انحرافات أو أخطاء تحسن وتصحح الأخطاء ضمن عملية التحسين. أيضا تقييم التحسين، مدى فعالية نعمل assessment أو evaluation بالنسبة لـ improvement التحسين، نقيس مدى تحليل مخرجات عملية التقييم والقياس ونشاطات التعلم للتعرف على مجالات التحسين وتحديد أولويات والتخطيط لها وتنفيذها. إذن نحلل مخرجات عملية التقييم وكذلك القياس، وتكون هنالك أنشطة لكي نتعرف على أن هنالك تحديث أو هنالك تحسين. كذلك نقوم ببعض الأنشطة لكي نتعرف على أو نقف على عملية التخطيط والتنفيذ بشكل جيد، وبالتالي تحقيق أهداف جيدة. عناصر النتائج المتميزة، العناصر اللي ذكرناها الخمسة لابد أن توضع في هذه الإطارات أو نفهم أبعادها. النتائج المتميزة في خمسة محاور، أولاً الترينز النمطية، والنمطية بحيث تكون هنالك عرض للبيانات المتحققة، نتأكد من البيانات من عمليات القياس للنتائج على فترات زمنية متتالية، وبما يسمح بالمقارنة ما بين هذه النتائج وتقدير مدى تحسنها أو تراجعها خلال هذه الفترة. بالتالي من عملية النمطية هنا نتأكد من البيانات وكذلك عمليات القياس للنتائج في كل فترة. تقييم النمطية أو الاتجاه، يكون نمط النتائج إيجابية عند تحقيق تحسن مستمر في النتائج أو الاستقرار في النتائج الإيجابية. إذا عندما نقيم نمطية هذه النتائج نجدها إذا كانت هنالك عملية تحسين ومتابعة تكون النمط بالنسبة للنتائج إيجابية عند تحقيق تحسين مستمر. ضمن عناصر النتائج المتميزة كذلك الهدف التارجت، وهنا نقيس الغاية، نقف على الغاية والهدف أو مؤشر الأداء الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه من خلال تطبيق منهجية معينة أو عملية أو إجراء. من الهدف أو الغاية goals من خلال مؤشرات أداء واضحة، وبالتالي نقيف على الهدف المحقق. تقييم تحقيق الهدف، كيف نعمل assessment بالنسبة للجولز أو objective، مدى تحقيق النتائج للهدف أو المؤشر الموضوع. ضمن عناصر النتائج المتميزة عن الهدف، نتأكد من هل نحن حققنا النتائج المرجوة، وضمن قياسات وعملية فحص جيدة نتأكد من مدى ملائمة الهدف أو المؤشر الموضوع. هل الهدف بتاعنا ضمن المؤشر فعال، أو الهدف هل هو الهدف الحقيقي، الهدف اللي احنا يعني اشتغلنا عليه، الهدف اللي احنا عايزين نحققه فعلا أم لا؟ يعني يكون هنالك واقعية وطموح وفيه تحدي. خصائص الأهداف، الأهداف تكون محددة specific، تكون قابلة للقياس measurable، يقدر تستطيع أن تقيسها، achievable يمكن تحقيقها، كذلك realistic واقعية ضمن إطار زمني،
time counted كذلك تتصل بالأفراد sending to individuals كذلك تكافؤ وتحفز الأفراد rewarding. هذه العناصر أو الخصائص للأهداف لابد أن نضعها عند وضع الأهداف، عند تحقيق الأهداف، وعند قياس الأهداف. المقارنة المرجعية البنشماركينج أو المضاهاة أو ما يسمى بالمقارنة المرجعية كذلك. إذا المقارنة المعيارية تقارن المؤسسة نفسها بمؤسسة أخرى شبيهة في النشاط لكن تكون متفوق عليها، ولتحقيق نتائج جيدة ومقارنة النتائج مقابلة لأفضل المؤسسات في المجال لتحقيق الممارسات الأفضل. إذا ضمن المقارنة المرجعية أو البنش ماركينج تقييم المقارنة البينية أي إجراء المقارنة ما بين النتائج مع تلك المقابلة لمؤسسات مماثلة ومتميزة محليا وعالميا. المؤسسة ممكن أن تقارن نفسها بمؤسسة أخرى محليا أو عالميا لكن تكون في نفس النشاط لكي تخطو نفس خطواتها ولكي تنقل منها المعرفة ولكي إذا كانت التفوق مثلا هنالك تفوق في التكنولوجيا تستطيع أن تعرف أساليب التقدم أو يعني سبب التقدم، إذا كان هنالك تفوق في التدريب أو في مثلا نمط وسياسة ونظم المطبقة تستطيع أن تقيس النظام وتقيس على نظام تطبق نظام جديد وهكذا. تحليل المقارنة وتحليل موقع المؤسسة بالنسبة لتلك المؤسسة من خلال عملية التحليل تحدد موقع مؤسستك من المؤسسات الأخرى المحلية أو العالمية. الكونسلتي العلاقة السببية ضمن عناصر النجاح قيام المؤسسة بتشخيص العلاقة السببية بين النتائج المتحققة وبين المنهجيات والنشاطات المسببة لها. إذا المؤسسة ضمن عناصر النجاح أو النتائج المتميزة تقوم بتشخيص المشكلة، تقوم بتشخيص العلاقة اللي بتربط أو العلاقة السببية بين النتيجة وبين المنهج والأنشطة اللي تسببت في هذه الأنشطة أو في هذه النتائج. تقييم السببية بمعنى مدى قيام المؤسسة بربط النتائج، هذه المؤسسة تربط النتائج في المنهجيات، مدى قيام المؤسسة بربط النتائج المسببة لها وتحديد الفرص التحسينية والتطويرية ضمن الأدوات الفيشبون دايجرام والكوز أند إفكت وغيرها من الأدوات المستخدمة في الجودة ضمن أدوات الجودة السبعة. كذلك يمكن أن تخدم هذا المجال بحيث نعرف المشكلة ونعرف السبب ونعرف المشكلة بالتحديد وما هي سبب المشكلة ولإيجاد الحل. الإسكوب المجال، والمجال هنا تغطية النتائج لكافة المجالات ضمن عناصر النتائج المتميزة. نستطيع أن نحدد أن النتائج تغطي كافة المجالات والجوانب ذات العلاقة بالمؤسسة من خدمات ومنتجات وفئات معنية، يعني نتأكد من كل النتائج المرجوة، نتائج مثلا في الموارد البشرية، نتائج في خدمات الرضا العملاء، وكل هذه النتائج إذا كنا بنقدم منتجات أو خدمات والفئات المعنية. أيضا تقييم المجال، نقيم المجال بحيث تكون النتائج جيدة، النتائج تغطي كافة المجالات والمقاييس والمؤشرات ذات العلاقة بالمؤسسة. أي مجال أو نشاط نستطيع أن نقيسه وبالتالي نعطي مؤشرات واضحة ونتائج مرجوة أو نحقق النتائج المرجوة. النتائج مصنفة لكافة الوحدات والخدمات والفئات والقطاعات المستهدفة. أيضا نصنف هذه النتائج لكي نعطي كل وحدة أو قسم حقه، يعني النتائج لا تختلط والنتائج تكون بأقسام بأرقام وب يعني كود وب تفصيل واضح بحيث لا تختلط النتائج وحيث لا تكون هنالك عبء في فرز هذه النتائج وتقييم الأنشطة وبالتالي تحقيق الهدف المنشود.
إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله نتعرف على يعني بعض النقاط اللي ممكن تخص يعني نستطيع أن يعني نقيف على بعض المؤشرات وبعض سياسات القياس وعمليات القياس، وكيف نحول هذه العبارات وهذه العناصر لتطبيق سياسة التطبيق، وبالتالي نستطيع أن نطبق هذه المنهجية بشكل واضح ونعرف مدى أثرها على النتائج بشكل واضح إن شاء الله في المحاضرات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.